لاعب اشرف حكيمي والمغني سعد المجرد اللي هو للاسف كامل كنتاسفوا لسعد المجرد هادشي اللي وقع ليه، ما بغيناش اللي هو ولد بلادنا ولا تاع اشرف حكيمي اللي باقي حاليا ما عرفنا عليه والو، اللي كيقولوا في المحاكمه وشحال من حاجه، وكنتمنى من الله انه يكون سيدنا يدخل نصرف في هذا الموضوع هذا. وما بغيناش حكيمي، بزاف ديال الناس كيقولوا شي حاجه، كيقول لك مبابي قال اخر كلمه قال الناس على حساب اشرف حكيمي، قال لي الا مشى تعاقب ولا شي حاجه ولا حكموا عليه، قال لي ما غنعتزل كره القدم مدى الحياه. وفرنسا كتبان لي بحال عندي شي مشكل مع المغاربه، لان سعد المجرد ماشي اول مره كيتحاكم، لانه من 2016 مغنيين او لعابه ديال كره القدم كيوقع لهم هادشي، راه ما يمكنش. اطار هادشي اللي كتقرر مؤخرا في محاكمه ديال المشاهير ديال الشخصيات المغربيه من الدوله خصوص فرنسا اللي عندنا معاها واحد التاريخ قديم، يعني راه هي المستعمر ديال المغرب، وفي هذا الاخر هذا دول المشاهير بحال سعد المجرد بحال اشرف حكيمي اللي كانوا بارزين في هذه الايامات هادو كيتعرضوا للاتهامات وهذا. ولكن حنا من الناحيه ديال واش داكشي كان ولا ما كانش، راه القانون كيتطبق في اي حاله. يعني دابا حنا باقا لينا واحد الاتجاه اخر اللي يقدر تكون شي حاجه ملبقه، حيتاش التشهير راه كاين بزاف، وكي شحال ديال المشاهير ماشي غير في المغرب، في العالم كامل كيتعرضوا للتشهير. وحنا فكريا وهذا كنحاولوا نكونوا مستقلين، بحال دابا المغرب وحده ترابيه، وكون مستقل في كل الميادين، الاقتصاد وهذا الشيء، كلشي الشعوب باغينه، ولكن ماشي كلشي كيكون عنده هذا الشيء متاح. وان شاء الله تكون واحد النهضه شي شويه بشويه، بنادم يكون واعي وعارف شنو كيدير. بالنسبه لهذه المشاهير هادو دوك لي كونسيكونس ديال داكشي اللي كيطرى في الفوق، وحنا كنخليو النقاش مفتوح، زعما ما نقدروش نقولوا شي حاجه راه كاينه وشي حاجه ما كايناش. اش غنقول لك، داك السيد مظلوم، والله داك السيد مظلوم. اصلا فرنسا كدير داكشي على حساب الفلوس، لان عندها عقده مع المغرب من الماتش كاس العالم، عندها عقده مع المغرب، هذا هو المشكل اللي كاين. حكيمي ما يديرش داكشي، اصلا حكيمي مرتو زويون، عنده وليدات، كيصدق. انا شفت واحد الفيديو ديالو، والله خويا الا كيعطي صداقه في الشارع كيعطي الناس، يعني الانسان ملي كيدير دوك الحوايج ما يقدرش يدير بحال هاد الحوايج هادي. الظلم كتبغي تشوه السمعه ديال المغاربه فيما كيبان لها شي بطل مثلا او شي فنان او شي مغني، كتبغي دير عليه هاد التعليقات هاد. بزاف كانت دارتها حتى البنزيما لا كانت في راسك القضيه هادي، كتقصد بالضبط غير الناس اللي عندهم فلوس. علاش ما كتقصدش شي حوايج كاينين عندها كيبانوا فيديوهات خايبين؟ علاش ما كتقصدش داكشي؟ يعني شابات كيبانوا في فيديوهات خايبين وما كيمشيش يتهموا هادوك، علاش كيتهموا غير اللاعبين غير الفنانه على حساب فلوس؟ واحد اللاعب مثلا كيكون زويون او هذا، فهمتي، كيكون كيبغيه العالم كامل تقريبا. دابا كنشوف غير من هنايا الناس كدوز لابسه التونيات ديالو، واخا ماشي عرب، واخا كور، لابسين التوني مكتوب فيه حكيمي، فهمتي كيفاش؟ يعني خصهم يوسخوا السمعه ديال داك السيد هذاك، لان داك السيد زوين بزاف.